عشان ما قتليش ماما ما في بيليش بيها السهريه هذيك وعملوا عشاء وعشاء يعني ما في بيليش الضغط مشيت كنت في السياق وخذيت لواج وهيك لون بوتياج وحنه والكل وقتها صيف وصلت كان النص الليل وصلت النص الليل نلقى في العبيد الكل هذي نخشومات عليا معناتها كم كواش بك جايه تو عرس خوك معناتها حسيتها معناتها هكاك وانا في باليش اصلا كلمني محمد خويا قال لي وينك وانا في صفاقس وهما في سوسه قال لي واش فما عليه قال لي السهريه بدات السهريه قلت له ما في باليش لو والله لا في بالي ولا يبكي خويا وحال قلت في سام مشيت لواجه من وقتها في سوسه ما ولا راني معناتها بالكهرباء طرنا مشيت خذيت لواجه بالله ساعتين باش وصلت لك يعني مشيت نجم من القنطاوي مع الطفاله المحط لوجهت قعدت ساعتين صالح باش مشيت وجيت باش تعديت خلطت كمان نص الليله ما العباد الكل مشنفرين عليا انت قعدت شويه حكيت ساعه بحذاهم بعد روحت مشينا لوتيل على روحنا ليله العرس يا سيدي تعمل هكا هو اخويا خذا هيك الكرهبه الطويله ليموزين طلعت العروسه طلع العروس طلعت ام العروسه معاهم غادي في هذيك غلطه في هذيك لا لا مانيش غلطه لا مش نحكي لكم بالله وقولوا لي غلطه ولا مانيش غلطه طفي الضو خلطه لا استنى انت ما تتكلم حتى كلمه هاني باش نحكي الحكايه وهما يقولوا لي غلطه ولا مانيش غلطه هي الكرهبه ما ترفع من الداخل فيها هيك السالون طلعت ماما طلعت ام العروسه باهي قلت لهم نورمال ما ام العروسه وام العروس يطلعوا اكهو قامت ماما في وسط الكهرباء تعيط وين نهوند وين نهوند قلت لها تلوين هذه خالتي اختها قلت لها الوين نهوند راهو ام العروسه وام العروس اكهو سي بون سكر الباب وما سيء في الكهرباء وبنت خالتي ورايا بنتها ورايا قلت لها لا نهوان شنو هو ما يطلع من تحت ايه كيف اكوا هي ورايا ما في بليش بيها ورايا زي ما نقول انا كلمة الحق نقولها ما يهمنيش هو نورمال مو هو ام العروسة ام العروسة خويا العروسة بنتها ورايا قلت لها لا نهوان شنو هو ما يطلع غلطه يعني احنا ما نكبرش نفوسك ما اصلا ما في بنيش غلطه بتيت فيله با رغاد بتيت فيك رغاد الفا مونتي سور قعدت عملوا عليها الكلمه هيك عملوا عليها قعدت وامنوا وامنوا وما خلوا ما قالوا واحنا اللي عم ردوا رواحهم هما على رسولي واحنا اللي عملنا بنتها ورايا قلت لها لا نهوان شنو هو ما يطلع تحت ايه ام العروسه ام العروسه سمعت شك شيء هي عطوني من عندك وهما ولاو عرسولي مانيش غلطة مانيش غلطة يا مين هما يعملوا بينا غادي هزوا كشمهم من الفجر هيكي بيوكلوني بكل يوم ما عرفش يكلموني هكا هاي هيكي هي نجينا المشاكل اه الخبابة والعروسات مش make a conclusion what did you learn and البرفانات ليلها والراجلها والود بش الصغار هيلا ايش ريال امين هان ثاني تخيل جاتني خالتي قتلت خير راجل كي نقول لك ود بدالية ود اختاني مليانة مش نورمال والشي اللي مديته لهم الشوكولاتات جاتني خالتي قتلت اوه ما جبت شي لسميرة سمير شكون هذا راجل بنتها هذاك راجل فيهم الكل هو هذاك الراجل ما قريتلوش حسابه خذيت معناتها كفري برفان لها وكفري برفان راجلها وبنتها خذيت سمير خليني نخلص الملاين تي نخلص سمير 900 يورو على بار ضابط ليلها ولصغارها والدش والدنيا والشوكولاتة من غير حساب وكل وقت روحنا بالكهرباء في المشي نتاع ديسمبر ما خليت ما حسيت مش عاجبهم مش عاجبهم خاطر عطاوك دار بلاش لا ما عطاوهاش اللي عطيته له مقبل وفي الاخر لحظه قلت له هات هما
عطاونا دار ما نكريو الديار احنا على اساس باش نكريو بفلوسنا راهو فهمتي يا اخي بعد كيف احنا عملنا لهم جوج اللي هزينا لهم احنا البارفانات باش تريب نتاع حق الدار راهو جي تشوف كانك باش تحسبها ثلاثة جماعات ثلاثة جماعات وهي اصلا وقتها شتا وماهيش مكريه معناتها ديارها فين ما يهمناش هاك شي منا فيه اي باهي اصلا اللي هزيناه تقولهم التريبل التريبل نتاع حق الدار ماهوش معناتها ماهم عاملين عليه يعني كانك قالين خلي يا منا اي يا خوك صالح اول ما تسامي بيا سالت عليه نقول له يا ابني تعب تعشي تو ناخذوا احنا القط والجو والفازات نتاع السهر معناتها وحدنا وحدنا مخملين معناتها لا لا تو من بعد معملين احنا باش نهزوا حاجه في يدنا بلاش يا اخي تعمل هكا قبل بنهار بنهار ولا بنهارين قالت لي ايا هكا سمير باش ياخذ خبز القط وهكا هكا هكا بدات تحكي وهكا انتم عليكم اللحم يا خوك صالح اول ما تسامي بيا تسالت عليه نقول له يا ابني تعب عطا لمين عطا الماما قال هاي نسيت يا 150 دينار وكان تحب نزيدك تو بعد نزيد قالت له بيه لا يزي قالت له يزي وماما قاضيه القضيه الكل احنا عطيناهم 150 دينار للحم وماما شاريه كل شيء ماما قالت لي والله قريب ال 200 دينار قضيت بهم احنا راس ورويس انا ومين وهما سايبين الفوتو ليبروري نحن وراجلها وبنت خالتي وراجلها وبنت خالتي ومرتي ستة اربعة هما تبعيتنا واحنا كلمتني متغشين كيفاش ما طلعت كنت طيبه معاهم يا خويا انا مروحه من فرنسا نحب نرتاح من الطاطين مروحه من المريخ لا معناتها ديما نطيب مروحه فاكونس كل نقول نطيب سيرتو انفيتي جيت انفيتي دخلت العشيه توا جايه انت يا هيا العروسه هاك بداو يتمنكوا زعما يفدلكوا هما يزاركوا قامت خالتي قالت لي اسمعني قصنا المايونيز والتن ومدري شنو برا اختف روحك للكارفور اخذي قلت لها بيه نعم بوك الدخله دخ تاني اول مره نشوف الدنيا غلات في تونس والله اقسم بالله 15 دينار حكت التن ما نعرفش بقديش يا سيدي رجع تحسها من مسكين مسكين فريمون الزوالي غادي اما مش ريت لهم حتى شيء العيشه غادي تسلتو في الساحل ياسر غالي بصراحه لا ما خديتش لا مين بارتو 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 انا ما نشريش حتى مش واحد مش فاكونس في سويسرا مش نورمال جوريه بنتي انت راكي تحكي على الخاوي لا ساخي راه نحس عندك رودار ونخدم عليها ونطيب مش نورمال الكارفور ساكي للسوق لحد تقضي قضيه قلت لك وكان تشوف الطرفه هي اللي دخلت هزين لا ما هزيناش الشاري وبانيي في بالي هزيد الياغورت كان نقول لك كيما مستنساهوني ما نغلطش يعني غلط مسكين زوز غلطنا زوز ومن بعد كي ثبت مستنسا كيما هوني نعبي الياغورت والكومبوت بليش حساب ما نغلطش للسوق معناتها وناخذ الحاجه الباهيه مش البريمير بري حطيت نعبي على بعض وكل شيء شفت 800 كم دانيت الكعبه 800 ما نخسبش الكعبه معناتها هزيد دخحه ثاني بعد جينا صار يزحل الاربع كعبات يا خوك صالح في القضية اللي خذيناها متاع فطور الصباح للغدوة معناتها مش قضية كبيرة طرف ياغورت وشامية وزبدة
وعظم وحليب 70-80 دينار والله. حكايه فارغه وداني حرمنا لنا على كتاب نتاع عند رشيد ولا هذاك كل براش ب 25 دينار الفلاح كل لابيرسون.